المبادره اللي خداها حزب الاستقلال كانت في اتجاه ان تجاوب على مجموعه ديال التساؤلات، مجموعه ديال الاحتجاجات اللي كانت على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جوده الماء اللي لاحظت الساكنه انه في الفتره الاخيره تغير الطعم ديالو، والتخوف اللي كان عندنا هو ان هذاك التغير يكون ايضا شمل الجانب ديال الجوده. لهذا كانت المبادره ديالنا قبل يومين توجهنا للوكاله المحليه وطرحنا سؤال حول هذا القلق، حول هذه الاسئله اللي كطرح على مستوى التواصل الاجتماعي، وكانت الاجابه في اتجاه ان هذا العمل الجوده هي خاضعه للمعايير الدوليه. كانت ايضا اجابه حول كون هذا الطعم اللي تبدل على مستوى الماء ناتج على الاستهلاك اللي ولا خاضع لما هو مزدوج، اي ان الساكنه ولات الان كتستافد من المياه ديال الخوارق، لا زال استفاده منها الان، ولكن كيتم الخلط ديالها مع المياه السطحيه اللي كتجي من حد البخاتي، بمعنى انه مستقبلا غنمشيو في اتجاه انه غيتم الاعتماد كليا على المياه السطحيه من الناحيه ديال حد البخاتي وسبت المعارف. بالنسبه لنا حنا في حزب الاستقلال لما توجهنا كان الغرض منه هو نعرفوا هذه المعلومات وهذه المعطيات، واللي اكدت لنا من خلال الوكاله محليا ان النضوب ديال الفرشه المائيه على مستوى بحيره الخوالقه كان هو السبب الاساسي اللي جعل الوكاله توجه الجهه اخرى اللي هي المياه السطحيه ديال سبت المعارف. لكن السؤال اللي كنطرحوه هنا، لماذا لم يتم تعميق القنوات في اتجاه القعر او العمق ديال بحيره الخوالقه اللي كتمتد حتى الجهه ديال قلعه السراغنا او حتى نواحي قلعه السراغنا، واستمرار استغلال الساكنه واستفاده الساكنه من هذه الفرشه المائيه ذات الجوده العاليه؟ لماذا تم التوجه نحو سبت المعارف في الوقت اللي هذه القنوات كانت ممكن تمتد في اتجاه العمق ديال البحيره؟ اليوم حنا ملي كنطرحوا السؤال من خلال هذه المبادره كنحاولوا على الاقل ان الساكنه تلقى اجوبه صريحه حول هذا التغير ديال طعم الماء، حول هذا السبب اللي دفع بنا في اتجاه اننا نمشيو للمياه السطحيه في الوقت اللي كانت البحيره ديال الخوالقه كافيه باش تعطي واحد الاستهلاك على المدى الطويل. لكن مجموعه ديال العوامل دخلات في هذا الاطار، وكيف ما تم التصريح او كيما كيتم التداول على مستوى الساكنه ان هذه الفرشه المائيه تعرضت لواحد النوع ديال الافراط في الاستغلال سابقا على المستوى الصناعي، هو اللي ادى لهذا المشكل اللي مطروح اليوم. اليوم حنا في حزب الاستقلال طرحنا المبادره، كنتمناو ان المجتمع المدني والفاعل السياسي والنقابي والمدني في اليوسفيه يتفاعل معها ويكون ايضا تفاعل ايجابي من الجهات المسؤوله، والاجوبه اللي كنتسناو حنا هي اجوبه من جهات رسميه على مستوى الحوض المائي اللي تعطينا اجوبه شافيه واللي تخرج ببلاغ. اليوم كنطالبوا ان يكون بلاغ صريح يتوجه من خلال الساكنه لطمأنتها ان هذه العمليه اللي تمت وفق ما يلي: شروط معينه، ظروف معينه، وان الماء لا زال خاضعا للجوده وفق المعايير الدوليه المعمول بها. فعل هذا الماء ديال اللي ولا كيجينا من سبت المعارف راه تبدل بمعنى كلمه، فيه الريحه اللون ديالو تبدل، المذاق كان عندنا الماء ديال الخوالقه حلو وزوين ما فيه حتى شي مشكل، وغير الماء ديال الكوزينه تبدل فيهم اللون ديالهم، ولاو فاش يكونوا ابيض ولا اللون ديالو احمر، يعني هذا راه فيه شي حاجه ماشي هي هذيك. وبغينا المصلحه ديال الماء والكهرباء يعطونا التفسير على هذا الماء، واش مزيان ولا ماشي مزيان، واش نشربوه ولا ما نشربوش، لانه هذا راه ما صالحش لينا حنا دابا في هذه اللحظه ديال دابا، حنا ما صالحيناش. والماء ديال الخوالقه راه كان مليح ما فيهش حتى مشكل، حلو زوين كلشي فيه زوين، ما كاينش شي مشكل فيه بار هذا ديال سبت المعارف، راه واش ديال الواد ولا ما عرفناش شنو، فيه الجيفات فيه، المهم حنا ما غندخلوش في الديتاي، الماء ما صالحش لينا.